اليوم راني نرافد في يدي فرصة يسرني نمنحها لواحد من الشباب ليحلم بها. هنا ما بين الشباب نعاون نتفكر روحي وأنا لاعب شاب. نتفكر أول قميص وأول حذاء لبسته. هنا نتفكر اللحظات الصعبة والجهود المبذولة. الجزائر عندها تاريخ كبير في كرة القدم. اليوم راني فخور نقدم واحد منهم الفرصة باش يروح بعيد ويجسد هوايته لكرة القدم، يثبت مهاراته التقنية، الروح الجماعية